ناخذ مثال يقول حدد نقاط انقلاب الداله اف اوف اكس يساوي اكس اس 4 ناقص 4 اكس تكعيب وناقش التقعر والتحدب. يعني شوف لي الفترات اللي تكون بها الداله مقعره او محدبه. اول خطوه نخطيها نكتب هاي الداله اكس اس 4 ناقص 4 اكس تكعيب. هنا ناخذ الاشتقاق الاول، اشتقاق اول راح يصير اف فتحة x. كنا نعرف مشتقة x اس 4 هو 4 x تكعيب 4 في 3 ناقص 12 x تربيع. زين نبدأ ناخذ الاشتقاق الثاني، اشتقاق ثاني يصير اف فتحتين x يساوي 12 x تربيع ناقص 24 x. 4 في 3 12 تطرح من الأس 1، 2 في 12 24 تطرح من الأس 1. وصلنا إلى الاشتقاق الثاني. طيب ايش راح نسوي وراها؟ نصفر المشتقة الثانية. هسه ايش راح أكتب هنا؟ راح أكتب F فتحتين X يساوي صفر، يعني هاي الكمية كلها نساويها للصفر وراح تحصل على معادلة. هسه الطالب حصل على معادلة بعد الاشتقاق الأول والثاني. ما يصير بمشتقة واحدة صفر، لأنه خطوات إيجاد الانقلاب هي مشتقتين، مشتقة أولى مشتقة ثانية وتصفيرها. أكو عندك يقبل القسمة عندك على 12، إذن 12 عامل مشترك بين الإكس تربيع والإكس هو إكس عامل مشترك. دائما الطالب خلي يلاحظ إذا لقيتوا إكس وحدة وراء الأخ وبياناتهم جمع وطرح، رأسا أولويات تفكيرك انه اكو عامل مشترك. ال 12 اكس تربيع على 12 اكس، 12 على 12 تروح عندك تختصر، اكس تربيع على اكس هو اكس سالب، 24 على 12 هو 2 والاكس على اكس تختصر. اذا راح تستخدم خاصيه الضرب الصفري، اما 12 اكس يساوي صفر راح تقسم لي الطرفين على 12، اذا الاكس يساوي صفر. زين او تقول اكس ناقص 2 يساوي صفر، اذا الاكس يساوي 2. هنا طلعت لي قيمتين، قيمه اكس يساوي صفر وقيمه اكس يساوي 2. اذا سالك قال لك حدد نقاط الانقلاب، اول ما تروح روح طلع لي الوايات مالتها، يعني طلع الواي يم اكس يساوي صفر. هسه انت عندك اكس يساوي صفر، روح عوضها بالداله الاصليه، بالداله الاصليه واي يساوي صفر اس 4 ناقص 4 صفر تكعيب. صفر اس 4 صفر، 4 في صفر صفر يعني صفر، يعني اول نقطه عندك هو صفر صفر. ننتقل الى اكس يساوي 2، لان انا عندي قيمتين الاكس، اكس صفر اكس 2. هسه راح نقول اكس يساوي 2، هاي x يساوي 2 وهاي x يساوي 0. هم نفس الحال نعوضها بالدالة الأصلية، راح ينطيني الواي لأنه f of x يعني y يساوي 2 الأس 4 ناقص 4 2 الأس 3 ويساوي 2 أس 4 يعني 16 ناقص 4 في 8 يعني 32، يعني يصير عندي سالب 16، 16 ناقص 32 سالب 16. إذن يعني الاكس 2 والواي سالب 16. هذه انقلاب مرشحة، هذه هم انقلاب مرشحة، يعني هذني النقطتين مرشحات مو انقلاب 100%. أنا يعني لأنه بعد ما اختبرت، هذني مرشحات أن تكون نقاط انقلاب. المرحلة الأخيرة اللي بقت عندي، المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الاختبار، أسوي خط أعداد، أنزل الإكسات اللي عندي، إن أنا عندي إكس صفر وعندي إكس باثنين، أكتب المشتقة الثانية هنا قريبة جدا من الخط حتى لا أظل أدور بين هذين الأسطر، أكتب هاي المشتقة الثانية F فتحتين إكس اللي هو 12 اكس تربيع ناقص 24 اكس.
بعد ما كتبنا المشتقة الثانية هسه عندي ثلاث فترات اختبار، هاي فترة هاي فترة هاي فترة، اكو فترة اكبر من اثنين، واكو فترة بين الصفر والاثنين، واكو فترة اقل من الصفر. يعني انا عندي ثلاث فترات، اخذوها قاعدة، خط الاعداد اذا صار عليها اكسين تصير ثلاث فترات، اذا صار عليها ثلاث اكسات تصير اربع فترات، اذا صار عليها عشر اكسات تصير 11 فترة. اذا ايش راح نسوي هسه؟ راح ناخذ هنا فد عدد اكبر من اثنين، وين نعوضها؟ بالمشتقة الثانية، نقول اف اوف فتحتين ثلاث، هاي 12، هاي ثلاثة تربيع ناقص 24 في ثلاث. خلينا نشوف ايش قد يطلع الناتج عندي. 12 في 9 ناقص 72. 12 في 9 يعني 108، تروح من عدد 72، حتى مو ضروري الطالب يعرف الجواب ايش قد، بس انا راح اعرفه موجب، لانه 180 من تروح من عدد 72 يبقى كميه موجبه، اذا الطالب هنا راح يكتب هنا موجب. هاي شنو؟ هاي اف فتحتين اكس، يعني اف اوف فتحتين اكس اكبر من الصفر، يعني ايش اقول هنا؟ الداله مقعره. اذا الداله مقعره المشتقه الاولى متزايدة، المشتقة الأولى متزايدة، إذا المشتقة الثانية موجب المشتقة الأولى متزايدة. نجي هسه ايش نختار؟ بعد أنا اختاريت الثلاثة وعرفت الكمية موجبة، هسه راح أختار قيمة بين الصفر والاثنين اللي هو الواحد. هسه راح أعوض بالثلاثة هذه هنا، أعوض واحد، لأنه أنا بين الصفر والاثنين أنا عندي واحد، فأنا عندي هنا يصير عندي 12 في 1 تربيع يعني 12 ناقص 24 في 1 24، 12 ناقص 24 يعني سالب، يعني هنا ايش راح نعطي؟ سالب. هذه الدالة محدبة، محدبة بهاي الفترة يعني هالشكل باعوا، وهاي الدالة مقعرة يعني هيك. زين، المشتقة الأولى شو اكتبها؟ المشتقة الأولى متناقصة. طيب هسه نجي نعوض تعويض آخر بقاعدنا، تعويض آخر تعويض اللي هو سالب واحد، فراح أعوض هنا سالب واحد، هنا سالب واحد، هنا سالب واحد، يعني راح يصير عندي 12 في واحد هو 12، سالب 24 في سالب واحد يعني يصير زائد 24، يعني يصير موجبة. إذن هنا ايش راح أكتب؟ موجبة. الموجب يعني شو يعطيني؟ يعني تقعر. هنا نفس المواصفات انت راح تكتبها هنا. اذا الفترات ايش راح تكتب الفترات؟ هسه راح نكتب، نرجع نكتب الفترات. من سالب انفينيتي للصفر، من سالب انفينيتي الى الصفر هذه تقعر. عندي تقعر آخر فراح أقول اتحاد من اثنين إلى موجب انفينيتي. طيب هذه هم تقعر. عندك تحدب بين الصفر وبين الاثنين، هذه تحدب. الصفر والاثنين قيم اكس صار عندنا انقلاب، شلون؟ تغيرت الإشارة من موجب إلى سالب ومن سالب إلى موجب. هسه يلا نقدر نحكم على ذول النقطتين، نقول عليهن إذن نقاط انقلاب. إذا إيش راح تقول هسه؟ بالنهاية راح تقول لي صفر صفر واثنين وسالب 16 هي نقاط انقلاب للدالة. طيب لو هاي الإشارتين ما متغيرة، يعني لو هاي سالب وهاي سالب كان الصفر مو انقلاب، لو هذول الاثنين موجب كان الاكس يساوي 2 مو انقلاب. شوفوا هنا تبدلت الاشاره من موجب الى سالب ومن سالب الى موجب، اذا يم اكس يساوي 0 واكس يساوي 2، هذه تعتبر نقاط، يعني بعد ما نعوض ونطلع الوايات مالتها نقول عليهن نقاط انقلاب للداله. الملخص المفيد، نشتق اشتقاق اول ثم اشتقاق ثاني، بعدين نصفر المشتقه الثانيه، يصير عندي معادلة.
هاي المعادلة طلع قيم إكس مالتها، بعد ما طلعت قيم إكس على كيفي أروح أعوضها بالدالة الأصلية. من أعوضها بالدالة الأصلية راح أطلع قيم واي، وأنا منبهكم دير بالك كل شيء تعوضه بالدالة الأصلية أنت يعني هاي قيمة واي تطلعها. كل إكس عندك من تعوضها بالدالة الأصلية تطلع قيمة واي، لأن أنت عندك إكس مال حرجة وعندك مال انقلاب. الحرجة إذا عوضتها بالدالة الأصلية يعني واي، الانقلاب إذا عوضته بالدالة الأصلية يعني واي. تركز لي على نقطة مهمة جدا، الاختبار دائما بالمشتقة الثانية إذا كان الموضوع له علاقة بالانقلاب. إذا الموضوع نهايات عظمى وصغرى أنت تختبر وين؟ بالمشتقة الأولى، وأنا منبهك خلي المشتقة بفد مكان ما تدور عليه، مو كل ساعة أنت رايح تفتري بين الأسطر والدوخ واحتمال تاخذ فد معادلة وتعوض به وتطلع غلط، أنت لا تروح رأساً المشتقة خليها فد مكان واضح، مشتقة الأولى أو الثانية، انقلاب يعني ثانية، تروح تعوض القيم اللي هي أكبر من اثنين، أقل من اثنين، أقل من الصفر، يعني بين الصفر واثنين، واللي أقل من الصفر حسب الفترة اللي عندك أنت بالسؤال، وين تعوضها؟ بالمشتقة الثانية. إذا عوضت بهاي الفترة وطلعت المشتقة الثانية موجبة، نقول الدالة مقعرة والمشتقة الأولى مزايدة. إذا عوضت، طبعا انت التعويض مالتك بالفترات، اذا عوضت وطلعت المشتقة الثانية سالب تقول المشتقة الاولى متناقصة. شوف المشتقة الثانية اذا سالب يعني المشتقة الاولى متناقصة والدالة محدبة.